هقول لكم حاجه. تامر كان عنده شغل وكان عنده تصوير. لحظه بقى وكان تعبان جدا واصر يجي مخصوص. وتامر ده اخويا الصغير. والحقيقه انا قلت له والله العظيم يا تامر انا مش هزعل. قال لي انا موجود والله العظيم. انا بحبك يا تامر وميرسي جدا 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 انك جيت نورتني. شكرا جدا. ومبروك على الكليب الجديد. طبعا مش محتاج اقول انا بحب نجمي الكبير مصطفى قمر. عايزين نسمعه سهفه كبيره قوي يا جماعه. اخويا الكبير وحبيب قلبي. سهفه كبيره قوي. لو عشت احلف طول حياتي كلها مش هقدر اوصف بحبك قد ايه. هحتاج حاجه اتنين تلاته على حياتي عشان اوصف يا حياتي بحبك قد ايه. كان شكلي هيتعلم عليا دي تعظيم سلام حلوه جدا مش عاديه. وفي الغرام غلبتني والليالي سهرتني قلت
اقول لك ايه تامر والله بجد يعني نورتني وشرفتني وطولت معاك وانبسطنا وفرحنا وكاخويا وبحبك جدا شكرا انا بحبك يا مصطفى والله انت عارف وانت اليوم جميل جدا والموت تمام يعني اخويا الكبير دي كلمه يعني قليله عليه والله العظيم. مصطفى بالنسبه لي فنان كبير جدا جدا جدا، ولما عرفته كمان على المستوى الانساني انا ما شفتش ناس شبهه كتير الحقيقه والله، وساعدني كتير 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 على مدار سنين كتيره يعني. وبعدين الراجل ده كمان كده هيكبرنا يعني، انا طول الوقت بقول مصطفى اخويا الكبير، طب كان نفسي اقول اياد اخويا الصغير بس مش عارف اعملها ازاي. الاول انا رحب بحمائي، حمائي طبعا قبل ما اقول له اي حاجه قال لي انا من العيله وجاي. يعني حمائي موجود النهارده بصفه شخصيه بجد يا جماعه، حمائي اخويا اخويا اخويا، انا بحبه جدا جدا، والكلام اللي بيقوله ده يعني هو الحقيقه يعني افضله كتير جدا. حمائي ده والله العظيم يعني ده حبيبي والله العظيم، انا عايزكم تحيوه بجد تحيه جامده جدا. عمري ما لا 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 لا
حبيبي صوت عيونه بقى يا مصطفى. ايوه.